لكل سيدة بتحب الشياكة والأناقة بنقدم مجموعة مميزة جدا من الساعات اللي هي طبعا أنيقة بتتسم إن هي طبعا الألوان بتاعتها بتكون حلوة في بلينج بلينج أو في يعني ألوان جميلة في بريق حلو هتحصل عليه كل سيدة مع مجموعة بيجو اللي احنا بنقدمها النهاردة. مجموعة ساعات من ماركة إماراتية مميزة بإن هي بتقدم كل الساعات اللي بتساعد كل سيدة إن هي طبعا تحصل على أحلى إطلالة ومناسبة جدا لذوق السيدة العربية وأيضا السيدة الخليجية. المجموعة اللي بنقدمها النهاردة من بيجو بتتميز إن هي طلاق مفيش أقوى منه وهو طلاق من الذهب بعيار 24 إيراد، بالإضافة كمان إلى إن هي حركة كوارتز السويسرية يعني دقة كمان في التصنيع، بالإضافة لأشكال مفيش أحسن منها ورائعة جدا. خلينا نتعرف مع بعض على بيجو، لكن في الأول بسلم عليكي جمانة وهي طبعا خبيرة الساعات اللي بتفيدنا بكل التفاصيل الحلوة على الساعات اللي احنا بنقدمها. إزيك؟ تمام، كيفك انت رانيا؟ الحمد لله، انا ام فيري اكسايتد ان احنا هنقدم منتج أكيد. جميل، لكن في البدايه خلينا نعرف كل المشاهدين على الساعات اللي احنا بنقدمها. اول منتج وهو الساعه الذهبيه باللون الروبي، رقم المنتج هو 737010. شايفين التفاصيل بتاعتها قد ايه حلوه جدا من الدايموند او كريستالات الزركون، وايضا كريستالات الزركون اللي هي على شكل الفراشات باللون الاحمر. مش بس كده، كمان بنقدم التصميم الثاني وهي ساعه بالذهب الزهري، وشايفين ان التفاصيل بتاعتها حلوه، تحتوي على كريستالات اللي هي الزركون بلون التوباز، بالاضافه كمان اللون البيج وايضا اللون الدايموند. شايفين كمان انه المينا بتاعتها معموله من المحار الرائع، ورقم المنتج 737020. كمان المنتج الثالث او الموديل الثالث هو باللون الذهب او السيلفر المطلي بالكروم الروديوم، وشايفين ان هو لونه حلو جدا برضو لون الازرق مع اللون الدايموند، رقم المنتج 737030. بنقدمها النهارده ضمن فرصه الاسبوع بسعر خيالي جدا $158، يعني اكيد هتستغلوا الفرصه دلوقتي حالا. ايه رايك في مجموعه بيجو اللي احنا بنتكلم عنها؟ وفي نفس الوقت كمان عايزين نقول ان هي مستوحاه من ايه بالظبط؟ مظبوط، احنا اليوم بنقدم ثلاث ساعات بديزاينز نفس الديزاين بس الوان جدا مختلفه من ماركه بيجو. تتميز ماركه بيجو بانها هي لوكال ميد او لوكال براند، وهالشيء بيكون اقرب للمراه العربيه وخاصه المراه الخليجيه، ولكن بنفس الوقت هي الفكره مستوحاه من براند عالمي مثل كارتييه مثل بافلجري. يعني كمان الذوق الاوروبي بيتجه للساعات اللي هي بتكون مرصعه بالكريستالز مثل ما عم نشوف، حتى يعني مثلا المرأة بس دي مرصعة بالدايموند، يعني شوفي فرق السعر ما بين كمان اليوم نحكي عن وبيجو. ساعات فيها حجر الزركون اللي هي ايضا بتعطينا نفس اللوك اللي هو سيلبرتيز كمان برضو بيستخدموه، يعني بيشوفوا انه قد ايه فعلا هي موضة، كيم كارداشيان منهم، يعني يشوفوا قد ايه اطلالة حلوة جدا تبرز جمال كل سيدة. في نفس الوقت طبعا هوليوود كل ممثلات هوليوود، مش بس كده كمان شايفين انه فعلا نفس الاطلالات الحلوة اللي بتحصلوا عليها مع الساعات الغالية المصنوعة من الدايموند، لكن هنا شايفين انه قد ايه هي تحسي برضو ان هي يعني ما بتقلش خالص عن الساعات الغالية ابدا، لانها فيها لمعة الدايموندز. احنا عم نبيعها اليوم بسعر جدا مناسب، عم نقدم كمان تفاصيل جدا رائعه. حنحكي عن الساعه الاولى والموجوده عندنا اللي هي موجوده عندنا باللون الذهبي، طبعا زي ما حكيتي انت قبل رانيا مطلي الذهب بعيار 24 ايراد، يعني ابدا ما بناكل هم انه اللون يروح. وايضا عندنا الزيركونز الموجودين عده الوان اللي هي باللون الفضي مثل ما عم نشوف على طرف المينا، وايضا الحجار باللون الاحمر اللي هو اللون الروبي. يعني قد ايه عندنا مزيج الالوان الموجوده بطريقه جدا حلوه، طريقه التصنيع جدا رائعه، وايضا بقلب المينا عم نشوف كمان هنا بنزلها شوي الكاميرا، بنشوف ان المينا هنا معموله برضو من المحار الطبيعي اللي بيدي الوان الطيف، واللوجو كمان بتاع بيجو مظبوط، وايضا الكريستلز الموجودين عندنا موجودين بقلب المينا. احنا عم نحكي على ساعه كمان بتتحمل عمق 30 متر، يعني المراه لما تغتسل ما بتاكل هم انه الساعه توقف انها تشتغل. عم نشوف كمان الـ هي الحلو واو. فيها انها بريسلت ووتش، يعني هي بريسلت قطعه من المجوهرات فيها لمعه جدا رائعه، ولكن بتدل الوقت بنفس الوقت. وهي كمان برضو حتى لو بنتكلم من الخلف مصنوعه من الستانلس ستيل عالي الجوده، خلفيه الساعه هنا مصنوعه من الستانلس ستيل، كمان عليها اللوجو بتاع بيجو، شايفين ان هي قد ايه مصنوعه من ماده قويه جدا. في نفس الوقت كمان هي قطعه مجوهرات بتدلنا على الوقت قد ايه بتكون حلوه وجميله. نقدر نشوف دلوقتي شكلها على المودلز، اطلالات كتير مختلفه تقدري ان انت تستخدميها مع ساعات بيجو. هنا على العبايه قد ايه بتدي شكل رائع بتعكس جمال كل
سيدة مع اللون الأسود بنشوف أن اللون الذهب اللي هو المطلي اللي عيار 24 إيراد مع اللون الروبي قد إيه المزيج ما بين الاثنين بيدي جمال حلو قوي، خاصة لو على لون بلين سادة زي مثلا العباية السوداء بيدي جمال واو. بصي في الإيد قد إيه رائعة، والحلو فيها أنها هي قطعة من المجوهرات تغنيك على أنك تلبسي بريسلت تاني أو أي قطعة من المجوهرات تانية، لأنها هي مرصعة بالكريستلز تعطي حركة للي بس عم نشوفها كمان هون على الجلابية، على الرغم انه في حركة موجودة في الجلابية الى انها كمان الساعة تلبق يعني حتى كمان رغم التطريز ممكن جلابية لو انت مثلا رايحة فرح او عندك مناسبة بتلبسي جلابية فيها تطريزات فيها استرس كتير، لكن بتشوفي هنا انه برضو الساعة بتبرز جمالها لوحدها، هي عبارة عن قطعة اكسسوريز غالية ما تقدريش ابدا تقولي انه دول كريستالات من الزركون. مزبوط. كل اللي هيشوفها هيفتكر ان هي فعلا جيم ستونز او احجار طبيعية، بالاضافة كمان انه معمولة من الدايموند. قد ايه خلي شكل الايد جميل جدا، يعني حتى على نيلما او حتى على شيرين شفنا اشكال واضحه قوي. لكل اللي حابين هم يحصلوا على ساعه بيجو باللون الذهبي وايضا كمان كريستالات الروبي وايضا الكريستالات الزركون باللون الفضي، رقم المنتج 737010 بنقدمها النهارده ضمن فرصه الاسبوع وعليها تخفيض 20% بس، سعرها $158. يعني اكيد شوفي تخيلي احنا لو بنقارن دلوقتي بين كارتيه وبين بلغاري السعر بيكون ايه مع ساعات بيجو اللي احنا بنقدمها. عم نقدم نفس اللوك ولكن بسعر جدا مناسب. صح. بنروح على اللون الثاني وهو لون الذهب الزهري، قد ايه الوانه برضه وتفاصيله فعلا حلوه. مزبوط، هي كثير هاديه، كثير اليجنت لوك وفيري كلاسي. طبعا ما بدنا ننسى نحكي انه المينا الموجوده هي ماذر اوف بيرل، يعني هنا احنا ماسكاها بالمشقلب هنا بس عشان اللوجو بتاع بيجو. Okay. هي mother of pearl، يعني هي صعب انها تنخدش، يعني فينا نتحرك بكل سهولة، وايضا البريسلت الموجود عندنا ما بتاكل هم السيدة بانها لما ترتدي العباية او جلابية انه يعلق بالملابس، هي جدا سموثلي. عم نشوف كيف الديزاينز الفراشات الموجودة عندنا وايضا اللون الاصفر الزركون وايضا اللون الفضي من الزركون، قد ايه في تناسق بين الالوان بطريقة جدا راقية. يعني هو مزيج الالوان ما بين التوباز ما بين اللون العسلي وحتى كمان الدايموند كمان الكريستالات اللي موجوده من جوه دايما ما يدور حول على طبعا مينا الساعه، معموله كمان من اللولو الحر اللي هو بيدي الوان الطيف، كمان شايفين ان هي فعلا قد ايه جميله قطعه مجوهرات بتدل على الوقت. ونوريهم برضو البريسلت والستانلس ستيل من الخلف. عم نشوف احنا كمان هون البريسلت وبنحكي عن مينا ستانلس ستيل عم بتحمل عمق 30 متر، احنا عم نحكي على تفاصيل جدا رائعه للساعه وايضا عم نحكي على سويس كوارتز موفمنت وهي من احسن الموفمنتس الموجودين بالساعه، يعني شركه بيجو اليوم عم بتقدم لنا تصميم جدا رائع، الوان من الساعات جدا مختلفه ورائعه وايضا باسعار جدا رائعه. وهي فعلا بيجو هي كلمه طبعا فرنسيه اسمها قطعه مجوهرات، وهي فعلا قطعه مجوهرات، والكل هيحصلوا على اي ساعه من ساعات بيجو بنقدمها، طبعا في بيجي معاها وارنتي لمده سنه، فبالتالي هي ساعات مضمونه بنسبه 100% بتحصلوا على الوارنتي بتاعكم لمده سنه واحده ضد اي خلل صناعي زي ما شايفين، وبيكون محطوط لكم طبعا الرقم وحتى كمان التاريخ. هنشوف دلوقتي برضو على المودلز قد ايه بتكون حلوه على شيرين. واو بصي الساعه مع اللون البيج هنا برضو جلابيه ممكن تليق على مناسبه معينه او حتى ممكن لو انت خارجه سهره مع صحباتك البنات قد ايه، رغم انه في تطريزات كتير وفي اللولو. مزبوط، يعني هي مش بس كان للمناسبات، على الرغم بكل الكريستالز الموجود والاحجار الزركونيه الموجوده اللي هي بتناسب انه نلبسها للحفلات، لكن مش بس للمناسبات، فينا احنا نلبسها في جمعات، فينا نلبسها في طلعات، هي بتناسب اي شيء ممكن نلبسه، وايضا لبسها جدا مريح، يعني احنا بنطلع ساعات بيجو بنشوف ان هي الساعه مو خفيفه ولكن ايضا مو وزنها ثقيل. وبصي حتى كمان المينا بتاعتها قد ايه واضحه، هي بتعبي الايد بطريقه جدا رائعه فعلا. بنروح كمان على لوك تاني مع نيلما، يعني جلابيه بسيطه جدا عباره عن ان هي مصنوعه بس من الحرير، لكن بنشوف ان اللون الاصفر مع كمان اللون الذهب الزهري قد ايه بيضيف لمسه جماليه، كمان المينا بتاعت الساعه اللي هي اللولو الحر بيدي الوان الطيف الحلوه. مزبوط. اللي برضو بتبرز حتى كمان المقاس بتاع الساعه او حجم الساعه من جوه صغير، لان هي دي ساعات السواري اللي احنا دايما بنلبسها، واصلا هلا الساعات الموضه اللي هم بريسلت ووتش اللي هي بتكون قطعه من المجوهرات ولكن ممكن تدل على الوقت بنفس الوقت. رقم المنتج للساعة اللي احنا بنقدمها اللي هي الذهب الزهري 737020، وشفنا انه فيها قد ايه تفاصيل جمالية حلوة بتجمع ما بين الجودة وبتجمع ما بين كمان التصميم، لان هي مصنوعة بحركة كوارتز سويسرية، بالاضافة كمان لكل الكريستالات اللي احنا بنقدمها مطلية برضو بالذهب الزهري عيار 24 ايراد. بفكركم مرة تانية ان مجموعة بيجو الساعات اللي احنا بنقدمها هي مستوحاة من طبعا افخم دور المجوهرات العالمية
العالمية اللي بتقدم كل ما هو حديث في عالم الموضة، زي مثلا بلغاري بالإضافة كمان لبياجي، وشوفنا قد إيه تصميمات جميلة شبيهة جدا لساعات بيجو اللي احنا بنقدمها. ده برضو كمان في كتير من السليبرتيز اللي حبوا واهتموا ان هم طبعا يكونوا على الموضة يلبسوا كل الساعات المجوهرات. فكل سيدة هيكون عندها دلوقتي الفرصة ان هي تكون يعني عندها نفس إطلالة كل مشاهير هوليوود مع ساعات بيجو. بنروح لآخر ساعة وهي الساعة السيلفر اللي هي مصنوعة طبعا من الستانلس ستيل لكن مطلية بالروديوم اللي بيديها برضو جمال وإطلالة جميلة جدا. هنشوف دلوقتي معاكي برضو جمانة، هنشوف كيف تداخل الألوان اللون السيلفر مع اللون الأزرق قدام بيكون حلو. أنا صراحة راني حبيت الساعة هاي كتير لأن تدامج الألوان مع التصميم عم نشوف قديه حلو، عم نشوف كيف الأحجار الزركونية مركبة بطريقة جدا رائعة، عم نضمن إنه الأحجار الزركونية الموجودة أبدا ما بتوقع من الساعة، ولذلك عنا ضمان كمان لمدة سنة. إحنا بنحكي على ساعة كوارتز موفمنت، سويس كوارتز موفمنت، وأيضا تتحمل عمق إنها تكون تحت المي لعمق 30 متر، أي إنه السيدة فيها تأخذ راحتها وتغسل إيديها. عم نشوف المينا كمان في بقلب المينا الأحجار الزركونية، يعني إحنا بنحكي على ساعة فيها زركون بداخل المينا وأيضا بالخارج. وايضا عم نشوف الستينلس ستيل اللي هو عالي الجوده، احنا بنحكي على جوده جدا عاليه طبعا، عليها اللوجو يعني مكتوب باريس، يعني فعلا جوده وصناعه حلوه جدا وجوده عاليه جدا، بالاضافه للوارنتي اللي انتم بتحصلوا عليه ضد اي خلل صناعي هنا ده لمده سنه. مش بس كده، كمان احنا بنتكلم على مجموعه مميزه جدا بنقدمها بكميات محدوده، يعني من الساعه اللون الذهبي عندنا كميات بس 20 قطعه، الساعه بالذهب الزهري عندنا 15 قطعه بس، وكمان الساعة باللون السيلفر عندنا 15 قطعة تانيين، يعني تقدري ان انت تستغلي الفرصة دلوقتي حالا. هنروح دلوقتي ونشوف مع المودلز قد ايه اللوك حلو، خاصة بقى انه يعني كلنا متعودين وشايفين هي سواري، لكن هنا بنشوف اللوك الكاجوال. هذا اكبر دليل على حكينا راني انه مو بس تروح للاعراس او للمناسبات او العبايات او الجلابيات، عم نشوف هلا شيرين عن لبسانا هيك كاجوال لوك جينز وقميص، كيف عم تمشي الساعة عم بتكون جدا رائعة وملفتة ايضا بطريقة جدا انيقة. انا فعلا حبيت ساعات بيجو، فعلا بنتكلم عن جودة عالية جدا، حركة كوارتز سويسرية بالإضافة لمينا طبيعية من اللولو الحر، كمان شايفين انه جودة تصنيع عالية، كريستالات على شكل الفراشات اللي بتدي نعومة وأناقة للساعة، عبارة عن قطعة من المجوهرات بتدلك على الوقت، شايفين ان التفاصيل بتاعتها كمان حلوة جدا وعليها برضو الكريستالات من الداخل على المينا. هنا كمان بنشوف لوك تاني لو احنا برضو رايحين سهرة مش حابين نلبس جلابيات، حابين نلبس فستان سواري حلو، قد ايه برضو اللوك بيكون جميل ورائع. حتى السيده مش محتاجه ان هي تلبس اكسسوارز ثانيه زي ما قلتي او حتى تنس بريسلت، كل اللي هي بتعمله بالظبط ان هي بتلبس ساعه بيجو. مزبوط، احنا شفنا ستايلات مختلفه، الساعات عم تلبق على اي ستايل ممكن احنا نلبسه، عم نحكي على جوده جدا عاليه، على ضمان للكريستالات الموجوده اللي هي بتعطينا لمعه الدايموندز الموجوده واللي هي الاحجار الزركونيه، يعني احنا عم نقدم ساعه بمواصفات جدا رائعه صح، بسعر جدا مناسب. بفكركم مره ثانيه ان احنا عندنا كميات محدوده لكل سيده حابه ان هي تحصل على ساعات بيجو، بفكركم بالمنتجات او الموديلات اللي احنا قدمناها، الساعه باللون الذهبي وطبعا رقمها 737010، الساعه باللون الذهبي الزهري رقمها 737020، واخيرا ساعه باللون السيلفر المطليه بالروديوم رقمها 737030. والنهارده طبعا بنقدمهم ضمن فرصه الاسبوع 7 دي ديل عليهم تخفيض 20%، يعني بسعر $158. بشكرك جمانه جدا على وجودك معانا. شكرا لك، بشكرك وكمان بشكركم، وطبعا في كتير جدا من المنتجات الرائعه اللي انتم هتحصلوا عليها، لكن في البدايه اتصلوا بينا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه.